في المدينة المنورة وعند حوض الشريف. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اسمحوا لي أن أتوجه بالتهنئة القلبية والمباركة لطلابنا المتفوقين المتميزين بين أقرانهم، ونحن الآن بحاجة إلى التميز. الناجحون كثر ولكن المتميزون قليلون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. معكم عمر إبراهيم، مدير الثانوية الشرعية في المخيمات. هذه الثانوية تخدم أكثر من 30 مخيم في ريف حلب الشمالي. قامت اليوم في تاريخ 11/7/2024 بتكريم الطلاب والطالبات الأوائل في الفصل الدراسي الثاني، وقد تم تكريم 20 طالبة وتم تكريم 20 طالب حازوا على المراتب الأولى في المرحلتين الإعدادية والثانوية. نتقدم لهم بالمباركة والتهنئة، ونسأل الله لهم مزيدا من التوفيق والتيسير والنجاح والدرجات العليا. الطالب الذي حاز على الدرجة الأولى من طلاب الصف الثامن الثاني، الطالب حاز على الدرجة الأولى بلا منازع بمعدل 93.62، الطالب أحمد شاشو.